In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, one God. Amen. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد الشكر. Happy Thanksgiving. This today is the feast of the Thanksgiving or the celebration of the Thanksgiving. And the people used to celebrate the Thanksgiving here on the time of the harvest, when they harvest all these planets and the food, and they count the blessings of God on them. And it's celebrated in the Western side, but the meaning of the Thanksgiving is a great thing that we should celebrate every day. And actually, the church teaches us to celebrate the Thanksgiving not even only every day, but in every hour. And every hour from the Holy Agbaya, when we pray the hours of Agbaya, or when we pray any prayer in the church, we always start with the Thanksgiving. When we pray any liturgy in the church, لما بنصلي أي قداس، عشية، تسبحة، أي حاجة في الكنيسة بنصليها، لازم نبتدي بصلاة الشكر. لما نبتدي صلاة الأجبية في السواعي أيضا في البيت، واحنا بنصليها في أي وقت، لازم نبتدي بصلاة الشكر. So the church teaches us to pray the thanksgiving prayer in the start of any prayer we do, whether as a group prayer or an individual prayer. To teach us that thanksgiving should be the first thing in our mouth, especially when we talk with God. And actually, thanksgiving is not like something we celebrate. It's more than something we live. There are people who are living the thanksgiving. They thank God for everything, whatever happened to them. They have the first thing they thank God. So the thanksgiving is a kind of, it's a manner of living, a way of living. People who thank God for whatever happened. And because of this, they see the blessing of God happening to them in everything that they do. The more you thank, the more you will be happy with everything around you. The more you thank, the more God will give to you. There is a nice story in the tradition of the Jewish people. It's not written in the Bible, but it's like kind of the tradition the Jewish they used to say. There في حكاية كده موجودة في التقليد اليهودي، مش موجودة في الإنجيل يعني، لكن حكاية من الحكايات اللي هم بيحكوها. بيقولوا إنه كان في واحد في أيام موسى كل يوم يشوفه، كل ما يشوفه طالع على الجبل كده يقول له رايح فين يا موسى؟ يقول له رايح أكلم ربنا على الجبل. وبعدين في يوم كده كان هو راجل فقير قوي وحالته تعبانة خالص يعني، فقال له يا موسى طب ما تكلم ربنا كده قول له افرجها علينا شوية، أحسن ده الدنيا يعني ضيقة خالص ومزنوق أو الحالة صعبة خالص يعني. فموسى قال له حاضر أما قابل ربنا فوق على الجبل هفكره وأقول له خد بالك من فلان الفلاني ده. وبعديها بشوية مشي ففات على راجل غني جدا وعنده مخازن كتيرة وعنده خيرات كتيرة أو ربنا مديها له من كل النواحي. فقال له موسى رايح فين؟ قال له طالع الجبل هكلم ربنا. فقام قال له طب ما تقابل ربنا وتكلمه قول له كده يخف عليا شوية بقى أحسن، أنا ما عادش عندي مخازن، المخازن اتملت من كل ناحية ومش عارف، كفاية ربنا اداني كتير قوي وقول له كفاية. فموسى استغرب قوي يعني واحد بيشتكي ويقول له الدنيا على الآخر خالص ومش ملاحق ومش لاقي، والتاني بيقول له قول له يا رب كفاية. فاستغرب شوية بس كمل السكة كده وطلع وقضى الوقت اللي كان بيكمله في الجبل وقابل ربنا واتكلم معاه وكل ده كله. بينه هو نازل قال له رب أنا نسيت، أنا كنت عاوز أقول لك وأنا طالع في فلان الفلاني اللي في الحتة الفلانية ده راجل غلبان قوي 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 وبيقول لك يعني افرجها عليك ادي له حاجة يعني غلبان خالص. والراجل التاني اللي قال له عليه ده راجل غني وعنده حاجات كثيرة بيقول لك كفاية بقى، فده بيوصلت لك الـ فربنا رد على موسى وقال له ايه؟ أما تنزل قول الراجل اللي بيقول لك كفاية ده، الراجل الغني اللي عنده كتير ده بيقول لك كفاية، قول له بطل تشكر وأنا بطل إيه أدي. فموسى قال له حاضر. وقال له طب الراجل التاني، قال له روح بس قول له اشكر وربنا هيديك.
بمنتهى البساطة. فموسى قال له حاضر يا رب ونزل من السكة. فموسى نزل من السكة وهو ماشي قابل الراجل الأول الراجل الغني اللي عنده مخازن كتيرة وقال له هي موسى كلمت ربنا؟ قال له آه. قلت له كفاية بقى؟ قال له آه بيقول لك بطل تشكر وهو يبطل يديك. الراجل قال له لا أنا ما أقدرش أبطل أشكر، أنا لساني بيشكر كده من غير حتى ما أقول حاجة يعني، ده أنا ما أقدرش أبطل أشكر ربنا وما أقدرش، ده حياتي شكر كلها. فقام موسى قال له طب خلاص بقى ما تشتكيش بقى يعني وربنا يدي لك أكتر وأكتر ما تزعلش. وكمل السكة وقابل الراجل الثاني الفقير قوي وقال له إيه؟ قال له قابلت ربنا؟ قال له كلمته؟ قال له قلت له عليا يديني يفرجها علينا. قال لك ربنا مستعد يديك كل حاجه بس يقول لك اشكر الاول. قال له اشكر على ايه وانا شفت حاجه؟ كلنا بنعمل كده زي الراجل ده، احنا بنشكر بعد ما نشوف وبعد ما ربنا يدينا، واذا ما نشكر واذا ما اداناش هشكر عليه وانا شفت حاجه مش كده؟ الشكر حياه شكر، طريقه حياه، إنسان بيشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، بيشكر ربنا كده على كل حاجة. أذكر زمان قوي وأنا يمكن كنت لسه في إعدادي أو إعدادي تقريبا، وكان في جنب بلدنا مقر الدير بتاع دير البراموس، وكان في أب من الرهبان قاعد في الدير ده، فكان بيستنى ما يلاقي حد من الشمامسة جاي له عشان يقول له نعمل قداس، يعني كان في وسط الأسبوع برضو المدارس والحاجات دي، فكان فرصة أنه لما يلاقي حد من الشمامسة يقول له تعال أنت شمامس صايم طب تعال نعمل قداس. وبعدين كنت في مرة رايح أنا وواحد صاحبي هناك، وكان في وسط الأسبوع كده ما كانش فيه ناس كتير يعني، فقال ايه صايمين احنا عايزين نعمل، أصلا نفسي أعمل قداس النهاردة. خير يا أبونا؟ قال أصل الحمار بتاعنا مات، كان عندهم حمار في بيجيبوا عليه الحاجات ويودي، كان الحمار مات بقى عايز أعمل قداس أشكر ربنا عشان يعرف يبعت لنا واحد تاني بقى. فهو بيشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، زي ما بنقول كده في الصلاة، الشكر طريقة حياة، طريقة حياة، واللي بيشكر كتير ربنا بيديله كتير. وبقول لك بس لو أنت محتاج كتير اشكر، بس اشكر وربنا يديك. There is a nice story, it's in the tradition of the Jewish of the Jewish people. It's written about Moses the prophet, but it is not written in the Bible, it is in their tradition. It says that when Moses used to go up in the mountain to talk to God, that while he was going up one day, he met someone who's very rich and he had lots of storage houses, and he's telling them, when you see God, ask him to stop giving me because he has given me a lot and I can't have any stores to put anything again here. So Moses, yes, okay. And then he went and he met someone who was so poor, he doesn't have anything at all. And he's saying, Moses, if you're going to go to see God, just ask him to open it a little bit to give me something. I am so poor, this is very miserable. فقال له اوكي حاضر I will tell God about that. And Moses went his way, came to the mountain, and then he met God, talked to God as he used to do. And then while he was going back, he said, oh, I forgot. There is a man whose name is so and so in this place. He's very poor and just asking you to give him something else because it's very hard for him to live like that. And then God answered him and said, ask him to give thanks and I will give him more and more. And then he saw him about the other man who is very rich and have many stores and storehouses and things like that. And he said, oh, by the way, this man also is asking you to stop giving him. He doesn't have any storage to add the blessings that you give him. So God told him, tell him to stop thanking and I will stop to give him. And then Moses was, he said, okay. And he went his way. He met first the rich man with his storage and this. And I said, did you talk to God? He said, yes. Did you ask him? He said, yes. He's telling you, stop thanking and I will stop giving you. And the man said, no, I can't. I always thank God. I can't stop thanking God. God gives me a lot and I thank him for everything. This is my life to thank God. And then Moses told him, okay, don't complain, but he's going to stop giving you. He's going to continue giving you because you see, we always give thanks. Then when he continued his way, he saw that poor man and he said, did you talk to God? He said, yes, I did. And did you ask him for me? He said, yes. And then did you ask him to give me something because my life is so miserable? And he said, God is telling you, he's willing to give you a lot, but he's asking you to give thanks.
And then the man said, give thanks for what? I haven't seen anything. This man does the same like all of us. Wait to see. And when we see, then we thank. But if we don't see anything, we don't thank for anything. That's why those people who do this, who live this way, always continue to be miserable in their life. But the people who have their thanksgiving as a way of life, they really enjoy the blessings of God. And whatever happened, they always happy because they always thank God. On the contrary of that, the Bible tells us something different about people who don't thank God, who always complain, who always murmur, and they're not happy about anything. And as a matter of fact, this is in the 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, the Bible is talking about the people who left Egypt and crossed the Red Sea and went into the desert of Sinai. And while they were there, many of them died on the desert. Actually, not many, almost all of them. There was only two of those people who left Egypt and crossed the desert and then went into the promised land, Joshua and Caleb. But how about the rest of those people? All of them died within the 40 years and they didn't enter the promised land. The Bible tells us something very nice on that. It's the 1 Corinthians chapter 10, verse 7. 1 Corinthians chapter 10, كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 7. ربنا بيقول لنا ليه الناس دول ما دخلوش أرض الموعد؟ يعني بعد ما طلعوا من مصر وعدوا البحر الأحمر ودخلوا في برية سيناء وشافوا عجائب ربنا الكتيرة دي كلها، لكن ما قدروش يدخلوا أرض الموعد. ليه؟ قال لنا كده خمس حاجات من الحاجات اللي كانوا بيعملوها اللي خلتهم ما قدروش يدخلوا أرض الموعد. هي كورنثوس الأولى إصحاح 10 آية 7 بيقول لنا إيه بقى إحنا؟ فلا نكن مثل الناس دول اللي هم إيه ما قدروش يدخلوا أرض الموعد. الناس اللي مش هيقدروا يدخلوا بقى السماء، أرض الموعد تشير إلى ملكوت السماوات. فالناس اللي هم عدوا دول، ده قال دول كلهم ناس شربوا شرابا روحيا، شربوا من الصخرة والصخرة تبعتهم، والصخرة كانت المسيح، وأكلوا طعاما روحيا، كلوا المن وعدوا البحر الأحمر وشافوا العجائب دي كلها، لكن ما قدروش يدخلوا السماء. ليه؟ بصوا بيقول لنا إيه؟ فلا تكونوا عبدة أوثان. واحد، عبدوا الأوثان، عملوا العجل وسجدوا ليه. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. نمرة اثنين، ولا نزني كما زنى منهم أناس فسقط منهم في يوم واحد 23,000. الناس دول إيه اللي خلاهم ما قدروش يدخلوا أرض الموعد بعد ما شافوا كل العجائب اللي ربنا عملها معاهم؟ نمرة واحد، عبدوا الأوثان. نمرة اثنين، زنوا، وزنا الزنا بتاعهم كان صعب قوي. ونمرة ثلاثة، ولا نجرب المسيح كما جرب أناس أيضا منهم فأهلكتهم الحياة. ناس جربوا ربنا. تعال الواحد يجرب ربنا يعني إيه؟ طب يا رب وريني كده، أنا هرمي نفسي من الدور الـ14 كده وانت انقذني، ولو ربنا ما انقذنيش يبقى مش ربنا. طب يا رب أنا هقدم على الشغل الفلاني ولو ما جاتش يبقى ما عرفكش، وما شايف أنا داخل الامتحان ما دام سقط يبقى ما عرفكش. ده إنسان بيجرب ربنا، والإنجيل قال عن لا تجرب الرب إلهك. فهو قال لنا أنهم عملوا ثلاث حاجات هنا. واحد، عبدوا أوثان. نمرة اثنين، زنوا. ونمرة ثلاثة، جربوا ربنا فأهلكتهم الحياة دول. وده اللي خلاهم ما قدروش يدخلوا أرض الموعد. بس هم يا ترى وقف على الثلاث حاجات دول؟ شوفوا الاثنين اللي بعديهم كمان. بيقول إيه؟ نمرة واحد، عبدوا الأوثان. نمرة اثنين، زنوا. نمرة ثلاثة، جربوا ربنا. نمرة أربعة، ولا تتذمروا كما تذمر أناس منهم فأهلكهم المهلك. هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إيه رأيكم بقى؟ ده الإنجيل بيحط التذمر جنب إيه؟ جنب عبادة الأوثان، وجنب الزنا، وجنب تجربة ربنا، أن الإنسان يجرب ربنا. يعني التذمر ده وحش قوي للدرجة دي؟ وأوحش صدقوني.
وأوحش. التذمر ده أهلك كثيرين من الناس دول في البرية وما قدروش يدخلوا أرض الموعد، زيه زي عبادة الأوثان والزنا وتجربة ربنا وكل الخطايا والشرور دي كلها. ده كلمة التذمر دي. إيه رأيكم في التذمر ده؟ ده حاجة الناس بتعملها كده، إيه زي شرب المية كده كل يوم الواحد يعني. كان في واحد معايا في الشغل زمان كل يوم الصبح كده اي حد يقول له جود مورنينج يقول له واتس جود اباوت ات، هو ايه اللي حلو فيه يعني، مش حاجه، في حاجه عجبه من اول النهار، من اول النهار ما يطلع كده جود مورنينج واتس جود اباوت ات، مفيش حاجه جود. الانسان اللي بيتذمر ده ربنا حطه هنا في وسط او جنب اللي بيزني واللي بيعبد اوثان واللي بيجرب ربنا، كل الحاجات دي كلها. الفلا نكون مثل الناس دول اللي زنوا وعبدوا الأوثان وخربوا ربنا وتذمروا. تذمروا ازاي؟ عدوا قالوا لموسى ايه، انت طلعتنا من ارض مصر وجايبنا تموتنا هنا في البرية، هو هناك مفيش قبور، ده احنا كنا قاعدين هناك جالسين بجوار قدور اللحم نأكل خبزا، يعني كانوا بيشوفوا المصريين بيطبخوا لحم ويأكلوا وهم قاعدين جنبهم يشموا ريحة اللحم ويأكلوا عيش حاف، وبيتذمروا ان موسى طلعهم من مصر ودخلهم الصحراء مش عارفين يعملوا كده، فقالوا له جيبنا تموتنا هنا مفيش مية، خلى الصخرة طلعت لهم مية، الصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. وبعدين قالوا له طبعا عايزين خبز، صلى الله ربنا نزل لهم المن من السماء، فأكل الإنسان خبز الملائكة وعجبهم. بعد شوية قالوا له كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف، طعام السخيف ده اللي هو أكل الملائكة المن اللي نزل من السماء. وبعد كده قالوا له عايزين احنا زهقنا من أكل، عايزين ناكل لحم. وفعلا ربنا قال لموسى بص بكرة هتلاقي اللحم من على الأرض من حواليهم مسيرة مش عارف شهر من الزمان هيقعدوا يأكلوا لحمة. وطلعوا صن يوم الصبح طائر السمان ده اللي كان مع الأرض حواليهم وقعدوا يأكلوا ويذبحوا منه أكتر من شهر، ولحتى خرج اللحم من أنوفهم من كتر أكل اللحم. تذمروا على المية، تذمروا على العيش، وتذمروا على اللحم، تذمروا على كل حاجة. والتذمر ده هو اللي أهلكهم في البرية فلم يستطيعوا أن يدخلوا أرض الموعد. التذمر ربنا حطه مش بس عدم الشكر يعني كده يقول واحد إيه يعني ما يعني، لا ده ربنا حط التذمر ده جنب خطايا كبيرة قوي زي عبادة الأوثان والزنا وتجربة ربنا. التذمر هو أن الإنسان برضو زي ما بنقول الشكر هو طريقة حياة، في ناس برضو عندهم التذمر ده طريقة حياة، مفيش حاجة عجباه كل حاجة متذمر عليها، وربنا يعني ساعات نقول له يعني ده انتوا حيرتوا ربنا معاكم من كتر ما تقولوا لا ده ولا ده ومش عايز ده ومش عايز ده وزعلان من ده ومزعلان وكل حاجة. التذمر الشكر طريقة حياة والتذمر أيضا طريقة حياة، وربنا بيقول لنا النهاردة جعلت أمامك طريق للحياة وطريق للموت، اختار طريق الحياة. الإنسان اللي بيشكر ربنا على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، اللي بيبوس إيده ووش وظهر زي ما بنقول بالبلدي كده، بيبوس وش وظهر يعني إيه؟ لما بيبوس وش إيده كده يعني إيده مليانة، يعني ربنا مديله كتير فبيبوس وش إيده كده، وبعدين إيه يقلب إيده فيش حاجة يقول لك إيه فاضي خالص وماله، برضه يبوس إيده وش وظهر يعني لما تبقى إيده مليانة ولما تبقى إيده فاضية، بيشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، طريقة حياة. وعكسها في طريقة التذمر اللي هي برضو طريقة حياة بس للأسف حياة تؤدي إلى الموت. احنا عايزين نتعلم حاجة صغيرة النهاردة واحنا بنحتفل بعيد الشكر. الحقيقة الكنيسة بتعلمنا 7 حاجات نشكر ربنا عليهم في كل يوم. نشكر ربنا صانع الخيرات لأنك إيه سطرتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا وأشفقت علينا وعضدتنا، 7 حاجات. ولو ناخدهم كده كل حاجة منهم والواحد يحاول يعيش الحاجات دي ويفكر فيها هيلاقيها أبواب لحاجات تانية كتير قوي. لكن ممكن نضيف ليها كمان إن الواحد يحاول يدور كل يوم الصبح ويفتح عينه كده يقول له أشكرك يا رب، أشكرك يا رب على إيه؟ حاجة كل يوم دور على حاجة، وصدقوني هيفوت العمر كله وتفوت الأيام كلها ويأتي المسيح وإحنا لسه ما خلصناش الحاجات اللي بنشكر ربنا عليها، لأن في كل يوم حاجات يمكن ما تخطرش على بالنا إن إحنا نشكر ربنا عليها.
لكن لما الواحد يقعد يفكر كده ويتعود ان كل ما يفتح عينه الصبح يفكر في حاجة واحدة، يقول اشكرك يا رب، اشكرك يا رب عشان عندي عين، عشان عندي صحة، عشان عندي مش عارف ايه، عشان تدتني ايه، عشان عملت معايا ايه. وصدقوني العمر هيخلص واحنا لسه مخلصناش الليستة الطويلة بتاع الحاجات ربنا اللي بديها لنا. في حكاية حلوة خالص حصلت مع واحد كان جاي من مصر جديد، وقال لواحد صاحبه أجر لي شقة هنا، وأول ما نزل خده من المطار وداه الشقة دي فاضية خالص وفيش حاجة على الأرض خالص، وبيوري له الشقة. فدخل يلف كده وبعدين لقى المطبخ وفيه الحنفية، فتح الحنفية نزلت مية. قال له أشكرك يا رب الحنفية فيها مية، أشكرك يا رب لأن الحنفية فيها مية. إحنا يعني كل يوم بنفتح وننسى الحنفية، مين بيفتكر يشكر ربنا إن الحنفية فيها مية؟ حنفية فيها مية. صحيح ممكن في ناس عندها حنفيات والحنفيات يفتحوها ويقعدوا يصلوا كده على ما المية تيجي، ولو جت مش كده، لكن إحنا عندنا نفتح ممكن مية سخنة ومية باردة وزي ما أنت عايز. يعني ممكن حاجات بناخدها فور جرانتد كده، عارفين ما هي الحنفية لازم يبقى فيها مية، لا مش لازم، ممكن ما بقاش أوقات ما يكونش. لكن الواحد يشكر ربنا على حاجات حتى اللي واخدها كده فور جرانتد، ويعود نفسه كل يوم يدور على حاجة جديدة زي ما احنا بنقول له كده كل يوم، مراحمك جديدة يا إله يعقوب، مراحمك جديدة. كل يوم ربنا يجدد مراحمه معانا، واحنا بنقول له رب، واحنا كل يوم هنجدد شكرنا ليك يا رب برضو باننا ندور على حاجة جديدة ما كانش الواحد واخد باله منها وبيشكر ربنا عليها. وجربوا كده ربنا هيدينا افكار كتيرة وهيورينا عندنا حاجات كتيرة في حياتنا ممكن نشكر ربنا عليها، فيصير الشكر طريق حياة. اخر حتة بس زودت I said in English here I said in the first Corinthians chapter 7 chapter 10 from verse 7 says about the people of Israel who left the land of Egypt, crossed the Red Sea and went into the desert of Sinai, but they were there for 40 years and they couldn't enter the promised land. The Bible said that those people were privileged that they drink a spiritual drink, a water from the rock, and the rock was Christ himself. And they ate a spiritual food, the manna that came from heaven, and they ate also the meat that God gave to them, the birds that they were around them, and they ate it. So they ate lots of gifts from God. But despite all of that, they perished in the desert and they couldn't enter the promised land, which is like some people who may live with God, come to church, do this, do that, and at the end they fail to go to the eternal life. And then the Bible gave us here four things that they didn't do or they did because of it they couldn't enter the promised land. The Bible said that at number one they worshiped the idols. Yeah, they made the golden calf and they worshiped and said this is our God. And the second thing they committed adultery, and they committed adultery in a massive way that thousands of them died because of that. And the third thing they tried God by saying, would God be able to do this to us? Would God be able to save us or to give us meat, to give us that? So they tried God. And then finally, the fourth thing, and they murmured, they complained. They were always complaining. Complaining was their way of life. And because of this, God prevented them from entering the promised land. So you see that God put complaining, murmuring, not happy with everything like that. God put this among these terrible sins like committing adultery, worshiping idols, or trying God. So because of all of these things, those people were not able to enter the promised land. And we can see here how bad is complaining and murmuring so much like this, because it prevented them from entering the promised land. And a small exercise we do it today. We say that thanksgiving is a way of life. Murmuring, complaining could be also a way of life, but lead to death and to lead to that we lose the kingdom of heaven. And just a small exercise that every day in the morning, we should select something we should thank God for. And there are many, many, many things that we can thank God for. Look for your life and your grandfather, lots of good things we take it for granted.
but select one thing every day and give thanks for, and then thanksgiving would be like a way of life, the same like some people have complaining as a way of life, but this is as God is telling us now, I made in front of you a way of life and a way of death. So choose the way of life. There is a way of thanksgiving that would lead to all the happiness here on earth and the eternal kingdom of heaven. And there is the way of complaining and not giving thanks, which leads to some misery here on earth and then the destruction and the eternal life. May God give us to live with thanksgiving and make thanksgiving as a habit, that we thank God for everything and anything, at any time, and live happy here and the whole eternity. Glory be to God forever and ever. Amen.